المتظاهرين والناس الخيرين الذين تبرعوا. أني أبو آدم الغزلي باسمي وباسم العراق جميعا صار المبلغ 28 وربع مليون. اخواني رحمة لوالديكم. و23 ورقة عندي و10 دولارات. بالاضافة اكو 14 ورقة بالغردن 23 و900 الف. يعني 14 و23 خلنا اوقف. كله جمع جمع. 37 ورقة. و900 الف هناك. و900 الف. وهنا 27 28 وربع. يعني المبلغ الكلي يا ولد. المبلغ الكلي من اعتصام البصرة للطفلة فطومة 37 ورقة اضافة الى 28 مليون وربع و900 الف. الفلوس هاي لمت بس برخصكم. الفلوس هاي لمت من الشمال من الجنوب من فوق. ما حد دخل ما حد دخل بس الانفاق كلها شاركت في الحملة. ما دخل اي سياسة اي سياسة ما اخذنا من اي واحد بالاضافة الى المتظاهرين جزاهم الله خير الجزاء بالاضافة الناس وياهم هم اتفاهم. هسه ساعة بين ساعة توقفت. بعد هذه الساعة ماكو اي تبرع بين هذه الطفلة.